راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي ومشاهدي راديو تلفزيون دبنجة في كل مكان، أهلا بكم في جولة جديدة من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق. النيل الأزرق بلد عاش عدد كبير جدا من الحروبات والنزاعات، وده يعني يمكن كان عنده آثاره السلبية، لكن يمكن برضو يعني الآثار الإيجابية إنه رغم النزاعات والحروبات دي خلى إنه في عدد كبير من المبادرات من الأنشطة اللي قاموا بها الشباب في إقليم النزرق بدأت تظهر يعني، والشباب كان عندهم وما زال يعني عندهم دور كبير جدا من الأدوار اللي قاعدين يقوموا بها محاولة في رتق النسيج الاجتماعي. ففي المساحة دي من أصوات الولايات أنا معي مبادرة المدن. مبادرة شباب المدن الثلاثة هي مبادرة قامت في محافظة ود الماحي، نفذت العديد من الأنشطة داخل مدن ود الماحي المختلفة. في المساحة دي معي حسن اثنين إدريس مكتب التخطيط والمشروعات، أهلا بك يا حسن. مرحب بإزاءة دبنجة، ليكم التحية والتجلة. نحن سعيدين غاية السعادة في لقاكم ده، إنه نوضح لكم الحاجات اللي عملناها في مبادرة شباب المدن الثلاث. عملنا على خططنا على مشروعات يعني تنموية متمثلة في أول حاجة في التعليم والصحة ومياه. طيب نحن حنرجع لك تاني يا حسن عشان ما نتكلم بشيء من التفصيل بالنسبة للأنشطة اللي انتو نفذتوها اللي انت ذكرتها في التعليم والصحة والمياه. بيمتد ترحابي برئيس مبادرة شباب المدن الثلاثة خضر عوض ناصر، أهلا بك يا خضر. أهلا بكم وأهلا بدبنجة أصوات الولايات، وسعيدين جدا إن نطلع عبر هذه الإذاعة الفتية والتلفزيون الكبير القادر إنه يوصل أصواتنا لكل المجتمعات وكل الولايات، وكذلك حتى في مواقع أخرى في دول ثانية إنه الناس بتسمع علينا هنا، ونعمل إنه نحن نقدر نقدم لكم أو نقدم للمجتمعات كل ما يفيد، وصوتنا إن شاء الله يصل للمجتمع ويصل للحكومات ويصل لكل الأطراف اللي عندها دور في إنه تسهم في تنمية وتطوير المجتمع. طيب شكرا لك يا خضر. يمكن حسن هو بدا طوالي في انه هو عايز يتكلم في الانشطه اللي نفذتها مبادره شباب المدن الثلاثه، لكن قبل ما نمشي للانشطه دي، مبادره المدن الثلاثه اللي بيسمع الاسم طوالي بيتبادر لذهنه انه المبادره يا اما هي قاعد تتنفذ في ثلاثه مدن يا اما هي مبادره تم تكوينها عبر ثلاثه مدن، كده وضح لنا يا حسن. شكرا للمره الثانيه. مبادرة الثلاثة مدن نقطة الانطلاق هي أصلا بدأت في المدينة واحد قرية كرمة سابقا بعد تحجير، ومن ثم المبادرة بدأت في مركز امتحانات شهادة الأساس، من ثم الفكرة نبعت من تلك المنطقة أو من المركز بتاع امتحانات. هل ده بيعني يا حسن انه مبادرة المدن الثلاثة هي ما حكرا ولا غصرا على الثلاثة مدن دي بس قاعد تنفذ أنشطة خارج حدود المدن الثلاثة ذكرتها؟ فالمبادرة نعم، لما نقول مبادرة ان هي قد الفكرة بدت من نفرين، ولكن الفكرة دي هي يعني بتعمم او اتعممت على مستوى المحلية او محافظة، ومن ثم للإقليم، ومن ثم بقية الولايات. فنحن بدينا في أنشطة كثيرة، يعني نحن حتى آخر نشاط في جسور التسامح يعني امتدد على أرجاء المحافظة، يعني في بلقوة، في مدينة ستة، أربعة، في كل المدن، يعني عممنا الحاجة دي.
طيب حسن تاني، يعني نحن نرجع للموضوع الجبال، انت ذكرته، التعليم، الصحة، المياه، دي واحدة من الحاجات اللي اشتغلت في مبادرة شباب المدن الثلاثة. نعم، المياه تعتبر هي المياه طبعا من الحاجات دي حاجة الأساسية، لأنه الماء قالوا جعلنا من الماء من كل شيء حي، فعشان كده مشكلة الموية دي طبعا هي في لا مشكلة السودان عموما وبصفة خاصة، بالرغم ان احنا وقربنا من النيل، ولكن احتجنا بعد التحجير بكل صراحة، بعد التحجير هنا واجهتنا المشكلة بتاعت التقطف في المياه، أو المياه يعني تم توصيل مدخات أو مواسير، لكن بعد يعني ما استمرت، فلذا نحن فكرنا في العملية بتاعت كيف إنه نعمل دراسة جدوى. عملنا دراسة جدوى بالفعل، عملنا دراسة جدوى للماء في محطة حتى في المدينة ثلاثة هي الطراية، فعملنا دراسة الجدوى للموية، فالحمد لله إنه الدراسة موجودة وآملين، وبنتمنى إنه من المنظمات اللي بتساهم في العملية بتاعت المياه إنها تتأمن في الحاجة دي يعني. شكرا لك يا حسن. خضر، يعني يمكن مبادرة شباب المدن الثلاثة هي نفذت عدد من الأنشطة زي ما اتكلم عنها حسن اثنين، لكن نحن دارين نمشي في أبعد من كده، باعتبار أنه معروف لدى الجميع أنه والدلماحي كانت من المحافظات اللي تأثرت جدا بالنزاعات القبلية اللي حصلت مؤخرا. دارين نشوف مجهودات مبادرة شباب المدن الثلاثة في إطار نسيج الاجتماعي. فشكرا جزيلا المرة الثانية. فنحن في مبادرة شباب المدن الثلاثة، فصراحة أنا هيتكلم قبل الأحداث وبعد الأحداث. فقبل الأحداث نحن كان عندنا مجموعة من الأنشطة اللي كان بدورها إنه ساهمت مساهمة إنه الوضع ما ينفجر في اللحظة اللي انفجرت فيه منطقتين قنيص وروسيرس. فنحن كان عندنا مشروع، أول مشروع اشتغلنا عليه ومشروع الديوان الشامل، ركزنا فيه في الديوان الشامل، فنحن كان هدفنا فيه إنه نجمع كل مكونات الإدارة الأهلية الموجودة بالإقليم تكون موجودة معنا في المدينة اثنين، وكان فيه مجموعة من الأنشطة. بعد ذلك كان فيه الشغل الأساسي اللي كنا بنشتغل عليه، وكنا بنشتغل إنه في ورشة تدريبية استمرت لسبع أيام ملكنا فيها قيادات الإدارة الأهلية اللي هو قانون الإدارة الأهلية، عشان كل شيخ يحاول يعرف دوره شنو تجاه المجتمع بتاعه، ويقدر يعمل حاجاته تجاه أو في حسب القانون اللي بديه المساحة اللي هو ممكن يتحرك فيها. دي واحدة من الحاجات. بعد ذاك في المشروع بتاع الديوان الشامل افتتحنا فيه اللي هي مدرسة المبادرة الثانوية بالمدينة واحد، ونحن طبعا موزعين المشروعات، كل مدينة من الديا مشروع حسب الحوجة بتاعتها. المدرسة الثانوية عملناها في المدينة واحد لأنه كان في تساقط كبير وسط الطلاب اللي هو بجوا قنيص والروسيرس والدمازين، في النهاية انهم بتشردوا كده، الناس اللي بمشوا الجامعة هم غلة، فده الحرص بتاعنا نحن انه يكون ان المدرسة الثانوية عشان نحن نكون قريبين عليهم، وعداكم بيحملوا الافكار بتاعتنا نحن بتاعت المبادرة اللي هو عبر المدرسة بتاعت المبادرة ذاتها. الحاجة الثانية اشتغلنا لمشروع اللي هو مشروع النساء ركائز التغيير اللي هو كان بدأ من وانا في المبادره النسويه للتوعية وعي، وانا بحيين من هنا برضه لدام ووقفتهم واسنادهم لنا نحن. النساء ركائز التغيير اشتغلنا فيه واللي هو قبل الاحداث برضه كنا مركزين فيه، لانه حسينا انه الخطاب بتاع الكراهيه بدا يتآلى وبدا متسارع جدا يعني، فعشان كده فكرنا في انه نحن نحاول نشتغل بالمشروع ده، واشتغلنا فيه وقدرنا سيطرنا انه الفتنة ما انتقلت لنا في الفترة دي في النزاع الأول. بعد ذاك لما جينا دي ما قبل النزاعات، وحتى إنه في النساء ركائز التغيير كانت في وثيقة من كل المكونات الموجودة في المدن الثلاثة اللي هو اتواثقوا إنه مهما كانت الظروف إنه الصراع ده ما ينتقل لهم، وكانوا حريصين جدا يعني، كل شيوخ 40 شيخ كلهم كانوا متواجدين في الفترة دي بالتماسك بتاعهم، وكانوا حريصين إنه الوضع ما يتفجر. دي واحدة. بعد ذلك اشتغلنا لمشروع تاني اللي هو فنحن حسي شغالين اللي هو بعد الأحداث، فاشتغلنا في مجموعة من الأنشطة اللي هو في المعسكرات بتاعت النازحين، وشغالين في إنه بنفكر في إنه كيف إنه نحن نقدر نعالج الصراع الآن الغائم ده، لأنه نحن متواجدين في الإقليم، فلازم إنه المشكلة طالما أصلا الإشكال هو بينحل، فلازم الناس تبحث عن حاجة تحل لنا المشكلة دي من جذورها تماما،
عشان إنه الناس تفكر في إنه تنمي المحلية، لأنه باعتبارها هي محلية واعدة وهي مصدر لكل الكنوز بتاعت الأرض يعني. فعشان كده نفكر في إنه نحن كيف إنه نحن ندير الصراط ونخلي إنه الناس يمشوا في الاتجاه الصحيح، الاتجاه اللي ممكن هو ينمي المحافظة ونساعد في إنه نحن نحاصر الصراط ونحاصر الناس الآن قاعدين الفتنة في الإقليم. طيب يعني خضر وحسن، ونحن في الخواتيم دي أنا يعني بديكم مساحة لأنه توجهوا رسالة، بالإضافة لأنه يعني يا ريت لو طرقتوا لنا في مجهوداتكم السعي الحالي أنتم شغالين فيه، في أنه النازحين الموجودين حتى الآن داخل المعسكرات كيف هم حيرجعوا مناطقهم؟ طيب نحن ساعين السعي جاد أنه النازحين بقدر الإمكان، لأنه النازحين أنا ذاتي جزء من النازحين، بتكلم يعني كجزء من النازحين، إنه نحن ساعين إنه بقدر الإمكان نحن نرجع. كيف الطريقة اللي بنرجع بها؟ إنه نحن نؤمن تماما بإنه العملية بتاعت الرجوع أو عملية التنمية أو عملية السلام أو عملية النا بتتم بالاستقرار. لا بد من إنه نحن بقدر الإمكان نحن نصفي ضمائرنا، ونحن نحاول نصفي ضمائرنا ونقدر أول شيء نعمل تسامح في بيناتنا. أول نتسامح أيوة. في بيناتنا، ومن ثم نحن بعد ذلك نحن نقدر نرجع لحاجاتنا، وبعد ذلك لازم نشتغل في وبعد ذلك نحن في الجهات الثانية، إنه في لابد يكون في هو العدالة الانتقالية للحاجات اللي فقدناها عشان نقدر يمهد لنا لأرضية جيدة عشان نقدر نرجع لحاجاتنا اللي فقدناها لأرضنا ووطننا. شكرا. شكرا جزيلا حسن اثنين. خضر، أنا صراحة في نفس الحاجة، لأنه نحن قاعدين نشتغل على مشروع جسور التسامح، لكن أنا داير أقول إنه عشان ما يكون في تسامح لازم إنه يكون في اعتراف، كل جسم يحاول يعترف بالأخطاء اللي ارتكبها. بعد ذاك ضروري جدا إنه القضية بتاعت العدالة الانتقالية إنه يكشفوا عن كل الناس اللي ارتكبوا الجرائم الموجودة في النيل الأزرق، ويفتشوا إنه ده منو خطط للصراع ده، على الأقل الناس تعريه وعشان الناس تعرفه وتقدر تحاصره اللي قدام إنه كده. لأنه نحن هنكون نحن صراحة باعتبارنا دولة يعني، ما 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 حاجة بتاعت لعب يعني، نقعد نغطقط للمشاكل وحتى الحلول الفوقية ما عندها معنا. فنحن دارين نجتس المشكلة دي من جذورها، بعد ذاك الناس تقدر ترجع مناطقها. حتى لو قلنا رجعنا الناس لمناطق بدون حل مشكلة، يبقى نحن إنه يعني زي اللي ودينا الناس إنه لمزيد من الصراع ومزيد من الاحتراب. بعد ذاك هيكون ال 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 الموجة الممكن تكون جاي تكون هي أسوأ وتكون أعنف، ويكون فيها ضحايا أكبر من الضحايا الفاتوا. فأملنا إنه نحن نسحم في حل الصراع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا حسن اثنين إدريس، شكرا جزيلا خضر عوض ناصر، مبادرة شباب المدن الثلاثة. نحن سألين الله عز وجل في ختام المساحة دي من أصوات الولايات إنه يعني يستتب الأمن في كل محليات ومناطق وقرى إقليم النيل الأزرق، ويرجع كل أهلنا النازحين إلى مناطقهم وينعموا بالسلام والاستقرار. دي كانت جولتنا، سمعنا الأفاضل في كل مكان من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق، تكلمنا فيها حول مبادرة شباب المدن الثلاثة. حتى الملتقى، في أمان الله.